الكلام اللي انا اقوله لك هنا مش هتلاقي حد والله العظيم يقوله لك بره، لانه اتعلمناه بفلوس، اتعلمناه بتعب، والله على ما اقول شهيد، وبنحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى. لو انت عايز تدخل شركه وتعلم على كل اللي فيها، انا الكلام اللي اقوله لك هنا كلام عملي. 90% من الشركات قبل تعديل القانون 4 ما كانتش بتحفظ اسهمها، فلذلك المساهم مش معاه شهادات الاسهم. الناس اللي شغاله في الشركات، صح ولا انا غلطان؟ دلوقتي لازم يكون معاه. فكنا بنعمل ايه بقى؟ لما يكون في شركه عايز تعور فيها الناس تسيبهم ينعقدوا وتجيب الهيئه العامه للاستثمار. مين معاه شهاده الاسهم؟ اذا كان انت ما طلعتش شهاده اسهم اصلا، بس القانون قال ايه؟ اللي هيحضر يا يروح يجمد الاسهم في بنك الحفظ او في بنك عام او يسلمها الشركه ويجيب لي ما يفيد. اول لقطه انت خدتها كمحامي. طب بعد ما تثبت حضورهم وبعد ما تامن عليهم، فين شهاده الحفظ؟ فين شهاده الاسهم؟ ما فيش. طب بعد اذنك اتفضل اطلع بره. ده انا مساهم، انت على دماغي. ده انا مالك، انت على دماغي. لكن انا بتكلم هنا ايه؟ قانون. القانون قال اللي عايز يحضر يجمد الاسهم. جمدتها؟ لا ما جمدتهاش، يبقى ما تحضرش. واثبت الكلام ده في المحضر. احنا ما عندناش مشكله، عندنا مشكله؟ انا بتكلم قانون. وهتعتمد وهيروح المحكمه وهكسبك. دي اول حاجه. دي بتاعت محامي ولا محاسب؟ ومش هيقول الكلام ده غير المحامي اللي يكون مهروس في الشركات. حضر هو وما عرفش يثبت وجوده. او انت حضرته وجه هو طبقا للقانون مش معاه شهاده الاسهم. ينفع انت كرجل قانون ان تسيبه يحضر ويتداول وتاخد اصواته كمان؟ طب ما هو حضوره باطل اصلا، لان هو ما رعاش القانون. دي مشكلتي انا؟ لا مش مشكلتي انا. ده اول كمين. ولا سيما كمان لو كان بتاع الهيئه انت جايبه وبتاع، صح ولا مش صح؟ اثبت يا عم الكلام ده، اثبت الكلام ده، احنا بنتكلم قانون. طيب، وجهنا الدعوات لعقد جمعيه عامه غير عاديه. الجمعيه العامه غير العاديه جمعيه خطيره، لانه بيترتب عليها تغيير النظام الاساسي وعقد الشركه. انعقدت الجمعيه بعين حاجه واحد اسمه أمين سر، وبعين اثنين اسمهم فارزي الأصوات اللي بيفرزوا الأصوات الباطلة من الأصوات الصحيحة. صاحبنا اللي جاي يحضر ده ومضى وما معهوش شهادة الأسهم، ده صحيح ولا باطل؟ باطل. ومراقب الحسابات بيكون موجود، لازم يكون موجود. ورئيس الاجتماع اللي هو مين؟ رئيس مجلس الإدارة. دول كم واحد يا شباب؟ خمسة. دول كام؟ بلاش دي عشان ما نتحبسش، خليهم خمسة. يبقى أمين السر، اثنين فارزي أصوات، فارز الأصوات، مراقب الحسابات، ثم رئيس الاجتماع. طيب، هيمضوا على كل ورقة. مش هيمضوا على كل ورقة بس، هيمضوا على كشوف. هعمل حاجة اسمها كشوف الحضور. أول حاجة كشوف حضور أعضاء مجلس الإدارة. القانون استوجب إنه في الجمعية العامة العادية أو الغير العادية لازم يكون مجلس الإدارة موجود أقل حاجة ثلاثة. عدم وجود الثلاثة يبقى فيها بطلان. طيب، ثلاث أعضاء مجلس إدارة لازم يكونوا حاضرين الجمعية، كشوفهم منفردة وحدهم، كشف السادة المساهمين موجود يمضوا عليه،
لو انا سلمت الدعوات بالايد بعمل حاجه اسمها كشف استلام الدعوات بالايد بيمضي عليه. لو عندي ناس هتستقيل من مجلس الاداره يبقى لازم اخد ايه منه؟ ها؟ لازم اخد الاستقاله، والاستقاله ما اخدهاش واحطها كده وخلاص، لازم اخلي مجلس الاداره او رئيس المجلس يمضي تقبل الاستقاله على ان تعرض على الجمعيه ويبقى مختومه بختم الشركه. لو في ناس جديده هتتعين لازم اخد حاجه منهم اسمه خطاب او جواب قبول التعيين. فلان ده هيتعين، انا قبلت ان انا اتعين في شركه كذا، شركه مساهمه مصريه خاضعه للقانون رقم كذا، على ان اعمل لمصلحه الشركه وفقا للقانون واللائحه، وبيمضي وبيتختم بختم الشركه. عندي استقالات لازم استقاله، عندي قبول لازم ايه؟ لازم ايه يا شباب؟ لو عندي ناس هتتعين جديده اخد منه ايه؟ مش تعيين، جواب قبول. جواب قبول. طيب انا اخدت الكلام ده كله هقول له انت لو عايز تغير في هيكل الملكية، معنى ذلك لو في ناس هتبيع وفي ناس هتشتري، المادة 7، أي عملية بيع أو شراء يا شباب في الشركات المساهمة لازم بتتم عن طريق إيه؟ هتتم فين؟ تمام، بس عملية البيع والشراء مين اللي هينفذها؟ لازم تتم في البورصة، سواء كانت مدرجة أو غير مدرجة. مدرجة يعني إيه؟ يعني الأسهم، الشركات المدرجة في البورصة اللي هي في الأسهم، الأسهم المدرجة اللي بتتباع وتشترى فين؟ في البورصة. غير مدرجة اللي هي الشركات المغلقة، في حاجة اسمها خارج المقصورة، هي ليها أسهم ولكن مش مدرجة، فبتتباع فين؟ في عمليات الخارج، خارج المقصورة. لازم أبيعها، أبيعها فين؟ في خارج المقصورة. ومين اللي بيحالي؟ سمسار، اللي هي شركة الأوراق المالية. نعم، خارج المقصورة. مفيش، ما بتدي الأوامر فيها والأوردر لشركة السمسرة ما بتتمش على الشاشة لأن أنت مش مدرج، ما بتتمش على شاشة البورصة، بتتم في البورصة أي نعم بس بتتم خارج المقصورة المساهمة. هتدفع كام؟ احنا عندنا نوعين من الشركات، الشركة المدرجة في البورصة اللي هي الأسهمها بتتباع وتشترى على الشاشة في البورصة، دي بتتم عن طريق سمسار أوامر بيع وشراء سمسار. الشركات الغير مدرجة اللي هي الشركات العادية بتاعتنا احنا، الشركات المغلقة اللي مش مطروحة في البورصة، بتتم برضه في البورصة عن طريق سمسار بس ما بتسمعش على الشاشة، بتبقى حاجة اسمها خارج المقصورة، لكن لازم تتم في البورصة. بتيجي حاجة اسمها اختارات نقل الملكية. اختارات ايه؟ 99% من شركات المساهمة. لا، ما هو خارج ده لازم تكون أسهم، أنت مش هطلع لك شهادة لما يكون متسجل هناك ليك شهادة أسهم، ولكن مش مدرجة، ما بتعملش عليها. بره يعني احنا شركات مساهمة لكن مش مدرجة. لو عايز تبيع وتشتري أسهم يبقى هيتم داخل المقصورة، خارج المقصورة. هجيب أنا اختارات نقل الملكية المادة 7، لازم قبل ما اعمل الجمعيه عشان اخد منهم النسب، فلان باع لفلان وباع له كام، وبعد ما باع اصبح نسبته كام وفلوسه كام. طيب انا دلوقتي هعتمد له الجمعيه العامه غير العاديه في الهيئه العامه للاستثمار، باخد كشوف الحضور، باخد كشف حضور الساده المساهمين، باخد كشف حضور اعضاء مجلس الاداره، باخد كشف استلام الدعوات، باخد اصل محضر الجمعيه،
وبكتب طلب لرئيس الإدارة المركزية للشركات إنه يعتمد لي ده، وبيكون فيها مرفق صورة البطاقة بتاعت سيادتك، وأنت بتكون مفوض داخل الجمعية. بعمل بند، آخر بند في الجمعية بعد ما ياخدوا القرارات، القرار الأول موافقة على كذا، القرار الثاني زي ما يتفقوا هم مالناش فيه، باخد بند فوضنا نحن الأستاذ فلان الفلاني والأستاذ فلان الفلاني سواء مجتمعين أو منفردين في اعتماد محضر الجمعية أمام الهيئة العامة للاستثمار والتعامل مع الرقابة المالية والتأشير به في السجل التجاري. وخلي بالك وهتقول والتصديق واعتماد محضر عقد التعديل أمام الشهر العقاري، لأنه أحيانا الشهر العقاري بيقفش وبقول لك لا ما انت ليك اعتماد وتعديل بس مالش، فانت ايه كلمتين مش هتخسرهم.